ما وصلني لا أعرف الدقة أن هناك أحد المراكز شكل في منطقة القائم، نعم، اللي أهلها أصلاً لحد الآن 10% ما رجعوا، يشكل مركز انتخابي عدده 4000 واحد. زين، هاي ال 4000 من أين أتوا؟ منين جو ذولا ال 4000 ويشكل مركز انتخابي في هذا المكان؟ هناك إجراءات عندما أنت تشوفها وتعلم بها أكيد السياسيين واللي يدور لحجة واللي يرى يطعن في كل هذه.